جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الضحى، فقد صليت يوما من الأيام صلاة الضحى في وقت النهي جاهلا، فهل صلاتي صحيحة أو يشرع لي أن أقوم بقضائها؟ إن كان قصده بوقت النهي أنه صلاها قبل أن ترتفع الشمس هذا غلط، أو كذلك صلاها عند زوال قبيل زوال الشمس فهذا أيضا غلط، ولكن إذا كان لم يتعمد هذا فإنه معفو عنه. نعم.